كان نهار اليوم العاشر من شهر محرم الحرام، وبعد مقتل بعض أصحاب الحسين عليه السلام وأهل بيته لم يبق معه إلا قلة، جاء عابس بن شبيب الشاكري ومعه شغذب مولى شاكر فقال: يا شوذب، ما في نفسك أن تصنع؟ ما أصنع؟ أقاتل معه دون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أقتل. ذلك الظن بك، ذلك الظن بك، فتقدم بين يدي أبي عبد الله حتى يحتسبك كما احتسب غيرك من أصحابه، وحتى أحتسبك أنا، فإنه لو كان معي الساعة أحد أنا أولى به مني بك لسرني أن يتقدم بين يدي حتى أحتسبه، فإن هذا يوم ينبغي لنا أن نطلب الأجر فيه بكل ما نقدر عليه، فإنه لا عمل بعد اليوم، إنما هو الحساب. فتقدم شوذب إلى الحسين عليه السلام وقال: السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته، أستودعك الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا شوذب بن عبد الله مولى شاكر أطلب المباردة. يا ابن شريك، عن سيدي إني أراك له ندا، فابرز إليه. يا أبا عبد الله، أما والله ما أمسى على ظهر الأرض قريب ولا بعيد أعز علي ولا أحب إلي منك، ولو قدرت على أن أدفع عنك الضيم والقدر بشيء أعز علي من نفسي ودمي لفعل. السلام عليك يا أبا عبد الله، أشهد الله أني على هداك وهدي أبيك.
وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. ثم مضى بالسيف مسرفا نحوهم وبه ضربة على جبينه. قال الربيع بن تميم الهمداني وقد كان في معسكر عمر بن أسد: لما رأيت عابسا مقبلا عرفته، وكنت قد شاهدته في المغازي والحروب، وكان أشجع الناس. فصاح الربيع بن تميم للهمداني: أيها الناس، هذا أسد الأسود، هذا ابن شبيب، لا يخرجن إليه أحد منكم. ألا رجل، ألا رجل، أبا فت، أبا فت، من يكون هذا الرجل يا أبا فت؟ أجل أنت يا هذا؟ أنا عابس بن شبيب الشاتري. ألا تسمع صلاتي مع علي يوم الصفين؟ أو ترى نفسك ندا له يا ابن نعيم؟ أو أرادك نفسك أن تبارز ابن شبيب الشاكري؟ كأني أرى قد شق بطنك الكبير هذا الشقة. أبقى على نفسك ولا تحملها ما لا تطيق. ألا رجل، ألا رجل، يا ابن شبيب، يا ابن شبيب، أنا ابن ذي الجوشن أخاطبك فاستمع. لا تقتل نفسك ولا تقحمها بيننا وبين غايتي، فإنه لا شغل لنا معك، وإنما نطلب هذا. مد بصرك. أترى خيلنا؟ أترى جيشنا؟ احفظ دمك ولا تلقي لي بك إلى التهلكة. ما لك وعذا؟ دعه وانجو بنفسك، وأنا ضامن لك أمانا عند الأمير عبيد الله بن زياد في الكوفة. ها ها، قد أنصفتك، فما قولك؟ ألا رجل، لبيك يا حسين، الله أكبر. ثم إن عبد عاطفه
وقع عن الأسلة فوقع عابسون واحتز الكوفيون رأسا ففاضت روحه رحم الله من نادى وعابسا فرأيت رأسه في أيدي رجال ذوي حجة هذا يقول أنا قتلته وهذا يقول أنا قتلته فأتوا عمر بن سعد فقال لا تختصموا هذا لم يقتله إنسان واحد ففرق بينهم اللعين بهذا القول إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله من نادى وحسينا